يوه صحيت. أرجع لبيتي المعفن الجميل، الورق اللي عند الباب دي. ايه ده؟ انا هطرد من البيت كمان اسبوع؟ انا هعمل ايه؟ انا لسه مطرود من شغلي ومش معايا فلوس. انا لازم ادور على شغل بسرعة. انا لازم ادخل ادور على شغل. ده في شغل عامل نظافة، تنظيف حمامات. لا طبعا مش هشتغل الشغل ده. وفي حلاق للقطط، ولا ده كمان. وفي وظيفة اني اخلي بالي من طفل، سهلة دي، انا هبعت لهم حالا. ايه ده؟ النور قطع. اكيد علشان ما دفعتش الفاتورة. ايه ده؟ موبايلي بيرن. انا بقالي زمن ما حدش اتصل بيا. الو؟ ايوة انا علي. ايوة انا اللي مقدم على وظيفة. ايه؟ عايزني اربي بنتك واخليها متواضعة؟ اكيد بنتك متدلعة جدا. على العموم انا موافق على اي شغل. ايه؟ هتيجي في خلال دقيقة؟ ازاي؟ ده اكيد مجنون. ايه صوت الطيارة ده؟ ايه ده؟ هو جايب طيارة ولا ايه؟ ده يدخل في البيت. انا هشتغل مع ناس اغنية. ايوة انا هنا، انزلوا. ما تأخرناش عليك، هي دقيقة واحدة بالضبط. ايه ده؟ مين الناس النظيفة دي؟ احنا اغنى ناس في المدينة، احنا اصحاب مصنع الدوريتوس. ايه ده؟ اصحاب مصنع الدوريتوس؟ انا بحب الدوريتوس قوي. انتوا اكيد اغنية جدا. ايوة احنا اغنية اكتر مما تتخيل. هو انتوا عايزين مربي اطفال؟ ايوة احنا طالعين اجازة وعايزين حد يعتني ببنتنا الجميلة. بنتنا اسمها مليكة. هي جميلة بس تدلوعة شوية. وعايزك في خلال التلات ايام دول تعلمها ازاي تبقى متواضعة. اوعدك هحاول، لاني اصلا متواضع علشان انا فقير، فهخليها تتعلم مني شوية حاجات. يلا نركب الطيارة. ايه ده؟ انتوا ساكنين في البيت ده؟ ايوة ده بيتنا، ده اغلى بيت في المدينة وفيه تكنولوجيا كتيرة جدا. يعني بيعمل ايه؟ ايه الجهاز ده؟ ده بغير بيه لون البيت. هغير البيت للون الاصفر. ازاي كده؟ انا اول مرة اشوف حاجة زي كده. هو انتوا معاكوا فلوس قد ايه؟ قبل السؤال ولا بعده؟ ايه ده؟ انتوا بتكسبوا في الثانية؟ يلا انا عايز اشوف بنتكو. دي بقى بنتنا مليكة. مليكة قومي سلمي على عمو. يلا يا مليكة ما تخلينيش اقولها تاني. شوف قلنا لك البنت الدلوعة قوي. انا مستغرب دي مش بترد عليكو. مش بترد علينا غير لما نقول لها كلمات معينة. مليكة اكل فلوس، اكل فلوس. ايوة يا ماما، عايزاني في حاجة؟ ايه ده؟ الموضوع شكله صعب. فين يا بابا الفلوس بتاعتي؟ انا عايزة 5000 جنيه. انا عايز اعرفك الاول يا مليكة على علي. علي هو اللي هيخلي باله منك واحنا مسافرين. ايه ده؟ انا عندي 10 سنين، انا مش عايزة حد ياخد باله مني. احنا جايبينه لك يا حبيبتي عشان يعلمك حاجات كتير وكمان يخلي باله منك. يعلمني انا حاجات؟ انا اغنى بنت في المدينة واعرف كل حاجة. انتوا ازاي اهلي وبتعملوا فيا كده؟ وبعدين ايه اللبس اللي هو لابسه ده؟ ده معفن جدا. معلش يا مليكة، ده اللبس اللي عندي. تحبي نخرج نلعب في الجنينة شوية؟ ضحكتني. انا العب معاك انت؟ انت اتجننت. مليكة احنا هنسيبك 3 ايام وهنسافر. 3 ايام؟ طب انا هعمل ايه؟ وفين 5000 جنيه بتوعي؟ احنا ادينا فلوس لعلي وهو هياخد باله منك وهيجيب لك كل اللي انت عايزاه. انا داخله جوه. ربنا معاك يا علي. علي احنا لازم نمشي دلوقتي، الطيارة بتاعتنا قدامها ساعة. خد الفلوس دي، انت اللي هتصرف على مليكة. ايه ده؟ انا اول مرة امسك فلوس كتير كده. باي باي يا علي، خد بالك من مليكة.
مليكة مليكة، ايه ده؟ دول عندهم اسانسير في البيت. ايوه يا دينا، انا مش هعرف اخرج النهاردة، بابا وماما سافروا وجايبين لي واحد غريب كده علشان ياخد باله مني، انا مش عارف اخلص منه ازاي. مليكة مليكة، تحبي نلعب؟ انت ازاي تدخل عليا وانا بتكلم في التليفون؟ انت مجنون؟ انا هسيب لك الاوضة وهمشي. دول شكلهم هيبقوا 3 ايام زي الفل، انا هستكشف البيت الغريب ده. ايه ده؟ دول عندهم لبس كتير قوي، انا هلبس لبس من الموجود ده احسن من اللبس اللي انا لابسه عشان مليكة ما تقرفش مني. الله، اللبس جميل جدا، انا حاسس ان انا غني. انت بقيت قمر يا وادي علي، وهحط نظارة كمان علشان الشياكة تكتمل. انا هنزل ادور على مليكة. ايه ده؟ دي مليكة تحت اهي، انا هنزل لها. ضحكتني. انا مبسوط اني ضحكتك. ايه رايك يا علي نطلع نشتري لبس بالفلوس اللي بابا اديها لك؟ لا، انت شكلك عندك لبس كتير، ايه رايك نروح ندخل سينما؟ ايه ده، انت عايز ندخل سينما مع الناس عادي كده؟ انا عمري ما دخلت سينما قبل كده. ايه ده، صدقيني هتنبسطي جدا، يلا بينا نروح. ايه ده يا علي، المكان المعفن ده، انا مش مصدقه اللي انا واقفه هنا. استني هجيب لك حاجه تعجبك. خدي جربي البيتزا دي. ايه ده، الله، دي طعمها حلو قوي. بكام دي يا علي؟ القطعه دي ب7 جنيه. ايه ده، ب7 جنيه بس؟ دي رخيصه جدا بس طعمها حلو قوي. الحاجه مش لازم تكون غاليه عشان تبقى حلوه. يلا ندخل السينما. انا مش مصدقه، فيلم سبايدر مان تحفه. انت نمت ولا ايه يا علي؟ كويس ان الفيلم عجبك. اتعلمتي ايه النهارده يا مليكه؟ انا اتعلمت ان السينما والبيت ده حلوين قوي. ماشي يلا بينا. مبسوطه يا مليكه؟ ايوه مبسوطه جدا، انا اول مره العب في الشارع كده. طب يلا نتمرجح جامد بقى عشان تتبسطي اكتر. كان حلو جدا، انا اول مره ابقى بعيده عن التليفون طول الوقت ده، انا ما مسكتش التليفون النهارده خالص ولا اتكلمت مع اصحابي، وكمان استمتعت بوقتي قوي. ده غير بقى اللي انا ما اشتريتش حاجه جديده، وانا مش متعوده على كده. وكمان جبت لك هديه هتساعدنا. هديه؟ هديه ايه؟ انا بحب الهدايا قوي. جبت لك ووكي توكي. ايه الووكي توكي ده يا علي؟ ده علشان لو احتجتيني في حاجه او عاوزاني اساعدك تضغطي على الزرار وتكلميني. الله، دي هدية جميلة قوي يا علي، شكرا جدا. انا هطلع بقى انام شوية. انا هحاول انام شوية. ايه ده؟ علي علي. ايوه يا مليكة، عايزة حاجة؟ انا مش عارفة انام يا علي، تعال احكي لحدودة. مليكة انت عندك 10 سنين، حاولي تنامي وانا كمان هنام شوية. ماشي، تصبح على خير. ايه ده، النهار طلع. مليكة انت فين؟ يلا علشان نفطر. ايه ده مليكة، باباكي ومامتك رجعوا. ازيكوا، رجعتوا بدري يعني؟ اه يا حرامي. انا مش حرامي. اللبس اللي انت لابسه ده بتاعي، اكيد انت سرقته. انا غيرت اللبس علشان مليكة ما تخافش مني. بابا ماما، ايه اللي بيحصل هنا؟ مليكة باباكي ومامتك بيقولوا علي حرامي علشان خدت لبس من عند باباكي. ايه يا بابا اللي انت بتقوله ده؟ ده مجرد لبس، وغير كده اصحابك على طول بياخدوا لبس منك، ايه المشكلة لما علي خد لبس من عندك؟
هو كان لبسه معفن جدا. انت يا بنت ارجعي اوضتك حالا. لا انا مش هخليكم تعملوا حاجه في علي، هو احسن حتى قعد معايا وخد باله مني وكمان علمني حاجات حلوه كتير. ولد اطلع بره بيتي حالا يا اما هطلب لك البوليس. ارجوك يا بابا ما تخليش علي يمشي. انا حبيته اكنه اخويا. ايه ده مليكة انتي بتعيطي؟ انتي اول مرة تعيطي في حياتك، اكيد علي اثر فيها فعلا. علي انت عملت ايه في بنتنا دي؟ بقى عندها احساس وبتعيط زي البني ادمين. انا ما عملتش حاجة، انا وريتها ازاي تعيش حياتها الطبيعية، خليتها تعرف انها طفلة وازاي تعرف تستمتع بحياتها بحاجات بسيطة مش غالية. احنا اسفين يا علي، احنا ظلمناك فعلا. انا عايزك تشتغل معايا على طول. ايه ده اشتغل معاك على طول؟ اهلا بيك في عيلتنا يا علي. اهلا بيك في عيلتنا يا علي. اهلا بيك في عيلتنا يا علي.